اللهم لك الحمد كله، وبيدك الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد. اللهم ارزقنا محبته، وارزقنا شفاعته، واسقنا بيد رسول الله، واسقنا بيد رسول الله شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احشرنا في زمرة رسول الله، اللهم اجعلنا في حزب رسول الله، ارزقنا مصافحة رسول الله، ارزقنا تقبيل يد رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، قنا واصرف عنا وعن أولادنا شر ما قضيت، وعن أموالنا شر ما قضيت، وعن أبداننا شر ما قضيت، وعن أوطاننا شر ما قضيت. إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديه، ولا يزل من واليه. تباركت يا الله وتعاليت 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 يا واصل المنقطعين، صلنا إليك صلنا إليك أوصلنا إليك، خذ بأيدينا إليك، خذ بقلوبنا إليك، أرح قلوبنا أرح قلوبنا أرح قلوبنا يا رب، أرح قلوبنا وبالنا يا أيدينا إليه، خذ بجوارحنا إليه، خذ بقلوبنا إليه، خذ بنواصينا إليك، يا واصل المنقطعين صلنا إليك. لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وزدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، وكلنا يا ربنا ولا تكن علينا عز جارك،
عز جارك، عز جارك يا الله، عز جارك يا الله، عز جارك يا الله، وعظم سلطانك يا الله، وجل شانك يا الله، يا ذا الجلال والمنة، اكشف الغم والكرب عنا، اكشف الكرب عنا، اكشف الكرب عنا، اكشف الكرب عنا، يا أحباب في كرب، ففرج كربهم، فرج كربهم، فرج كربهم، فرج كربهم، فرج يا ربي كربهم، أزل يا ربي همهم، اقضي يا ربي حاجتهم، يسر أمورهم يا ميسر الأمور، يا علاما ما يدور في الصدور، يا صبور يا أرحم الراحمين، وقفنا على بابك يا الله، وقفنا على بابك يا الله، اقض حوائجنا يا الله، اقض حوائجنا يا الله، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا لديك من المقبولين، اللهم إنك عفو كريم، تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا عفو عفوك، عفوك يا الله، عفوك يا الله، عفوك الليلة يا الله، عفوك الليلة يا الله، عفوك يا الله، في الدنيا عفوك، عند الموت عفوك، عند القبر عفوك، عند الصراط عفوك، عند الحساب عفوك، عفوك يا الله، عفوك يا الله، عفوك يا الله، من لنا غيرك يا الله، من لنا لك يا الله، من لنا سواك فندعوه، من لنا سواك فنرجوه، احفظنا من كيد الكائدين، من كيد الكائدين ومكر الظالمين، وجشع الطامعين، وسحر الساحرين، وعين المعينين، يا فرجنا يا أملنا، اللهم إننا اجتمعنا رجالا ونساء وشبابا وأطفالا، كبارا وصغارا، ووقفنا على بابك
بذنوبنا بخطايانا، وقفنا في بيتك يا الله نرجوك رجاء واحدا وأملا واحدا وسؤالا واحدا، أن تعتق رقابنا من النار، أن تعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا الليلة يا الله، الليلة يا الله، أعتق رقابنا واشف مرضانا يا رب، اشف الحاضرين والحاضرات يا رب، اشفهم وعافهم وعافهم يا رب العالمين، ونخص منهم مرضى القلوب ومرضى السرطانات ومرضى القلوب والكلى والكبد وسائر الأمراض. يا رب لنا أحبة كانوا معنا، كانوا معنا قبل رمضان، باتوا في قبورهم رهائن أعمالهم، نزلوا عليك يا الله وراهم التراب تحت الجنادل والقبور وحدهم، كانوا معنا قبل رمضان. نسألك باسمك الرحمن أن ترحمهم يا الله، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأنقهم من الذنوب والخطايا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وقرآننا، واجعلنا لديك من المقبولين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.